عندك قهوة عربية؟ ايه بليز ثانك يو. Here you go. For you first. No date? I already have my date. Thank you guys. ها وصلنا. يعني والله العظيم ما بعرف اذا بقولكم صباح الخير او تصبحوا على خير. ما بعرف اذا انتم فايقين معي، ما بعرف اذا انا ماشي على توقيت دبي او انا، لانه اكيد ماني ماشي على توقيت امريكا. اكيد انا فايقه من الساعه 3 بالليل لانه قضيت طول اليوم نايمه وفقت على 3 بالليل والكل نايم وقاعده مثل البومه لحالي. و اي ثينك انا يعني انا عم بحكي مع العالم اللي بدبي، مع اهلي، مع بيتر، انه على توقيتهم. المهم ححاول نام لحتى ما انزع يومنا بكره، لانه اي ثينك لما انتم تناموا انا حفيق وحيصير كل الفعاليات بكره، من بكره يعني. اليوم كنا حابين انه نقضي مع عائله رامي، نقعد معهم وكذا وهيك، ان شاء الله بكره حنصير هيك نطلع وندخل وهيك. اسمعي اذا عندكم عصر يعني في احتمالية انه يكون عنا ليل، والله اوكي. يعني انتو بتضحكوا، اي رونالدو الكفر كله رونالدو. طلعت فراس اللي ساعة مدور على رونالدو، قلت هدول وين شافوه. والله في منكم اشرار عم بيقولوا لي في ايرامي. لا 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 اسمعوا، انا هحاول نام ومشان ما نروح علينا ايام وفعاليات امريكا. انتو اذا بتكون يعني اروحهم ما بنام، نقعد بالغرفة هيك أنا وإنتو نتسلى مع بعض، ما منشوف البيت الأبيض وأوباما. So هحاول نام وإن شاء الله في هيك بكرة على توقيت أمريكا هيك نظامي وبعدل نومي ونتسلى سوا. وأكيد أكيد أكيد كل الفعاليات حصور لكم إياها، وإن شاء الله إن شاء الله حنتسلى مع بعض. I love you.